نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير صباح جديد من صباحات برنامج سفر الخير في مالي. اليوم النجوم كلهم متواجدين في نفس الوقت ومجتمعين على طاولة الإفطار ومستعدين وجاهزين لمشاريعهم. والله صراحة الأيام تركض ما حسينا فيها. الواحد خاطر إنه يطول في الأعمال لكن ملزومين بالجدول. لا والله فعلا هو شيء يعني شيء محزن ومفرح بنفس الوقت. أنا بالنسبة لي محزن مفرح مش مفرح محزن. لأن حنا قمنا بأعمال شفنا تأثيرها على الناس. محزن إنك تفكر إنك راح ترجع انقضت الأيام مثل ما قال سعود راح ترجع وراح يبقون الناس البقية مستمرين في معاناتهم فهذا محزن ولكن مفرح إن حنا عندنا أمل بالله سبحانه وتعالى مثل ما وفقنا سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الله سبحانه وتعالى راح يسخر أهل الخير من أهل قطر مقيمين ومن يشاهد تلفزيون قطر انه يعني يستمر بهذه الاعمال وبدعم هذه المشاريع ودعم هؤلاء الناس. يا جماعه نحمد الله ان سبحانه وتعالى اختارنا احنا عشان نقوم بهالعمل وعشان نوصل الرساله لهالقطر وتشوفون مدى المعاناه الحقيقيه عند اخواننا هنا في جمهوريه مالي. تعرفون ايش كثر من اخواننا في قطر يبغون يجون ويبون يشاركون ويطرشون لنا دائما على الجوالات. نبي نروح نبي نشارك واللي مانعتها ظروفه واللي شغله والله واللي غيره يغبطوننا والله يغبطوننا يغبطونكم على هالعمل فاحنا نحمد الله بس انه اختارنا ووظفنا في هذه الوظيفه. يا الربع والله نودنا بالخير وبالاعمال الخيريه لكن من يوم جينا من اول يوم وانتم كل يوم تقولون قربنا على النهايه من اول يوم والله نقعدها شوي وابكي احنا جينا هنا نبوي الاعمال الخيريه نبوي ولا نقعد العمر كله دامكم مسوي خير ومسوي ما تركنا عيالنا وامورنا صحيح كان دحين كانك على دنكرما وجاي لك واحد نهالك جماعه بنقعد نسولف وييسر لنا الوقت وبيروح علينا الوقت ورانا اشغال خلصها دكتور هذا كابتن فريق وكابتن منتخب مشكله بعد ملتزم بالدقيقه هذا ايش رايك يا شيخ اربعتك بي وبمبارك بيزعلون علينا لما خلصنا وطلعنا ما لازم احنا شوي شوي بس ابو جفال ها ما في ها انت جاي هنا تسوي شغل ما تبغى لك مساعد لاعب اول مره اسمع انا ما يصح مساعد لاعب مربوط من الحين الطرف يا ابو علي وين انت انا خبر مساعد مندوب ما ادري الله يحفظك العافيه توكل على الله يا شيخ يلا يا شباب انطلق فريق الادعم مباشره مع اشعه الشمس الاولى الى سوق الاغنام علشان يشتري مجموعة من الخراف لمجموعة من النساء تقدموا بشكل جماعي لمكتب قطر الخيرية بطلب الدعم في هذا المشروع وخطتهم إنهم يأخذون الأغنام ويشترون الحظيرة وتوجهوا مباشرة لهم أوه يا الربع عينت لي مشروع هنا مهم جدا وسري للغاية ما هو هذا المشروع؟ هذا مشروع العجائز اللي طالبين لهم 13 شاه وثلاث خرفان عجبك المشروع جدا ويمكن ناخذ لنا طليين منهم بعد ونذبحها منها كشته ومنها نوقف معهم انت لكن العدد قليل جدا كيف تاخذ من الخرفان؟ لا بنشتري اثنين كذا لنا ونذبحها يعني انت ودك تساعدهم ولا ودك تتعشى؟ حج وحاج اكتب عليه مهم جدا بس يا جماعه ترى مكانهم بعيد والطريق طويل فانا اشوف ان نشتري الغنم اول شيء ونروح لهم احنا هناك نجيب الغنم معنا افضل احنا نبغي مكان اغنام طيبه الحلال هذا لازم ناخذ يعني
حلال نشيط وحلال أعمارها، بعضها يبيعك شيء تعبان، فهم؟ يعني ما عاد فيه فائدة، لا لبن ولا حليب ولا أي حاجة. فأنا أبوي حدي يعني إحنا ما عندنا مشكلة، بناخذ الشيء الطيب حقه. ما شاء الله الحلال عندك طيب، نبغى نشتري منك 13 شاه وثلاث خرفان، بس لازم تراعينا، ونبغيك تسوي لنا مفاجأة وتعطينا بقرة مجانا. يلا خلاص. علي لحظة خليه يقول لنا كم أسعارها، يمكن فيها أرخص منه. السعر يعتمد على أعمار ما تختارون. نبي عد صغار وللتربية. كل ما تريدونه موجود هنا. بنشوف سنونها وأعمارها، يمكن بعضها ما فيها ولا سن، هذه محمد أخذينها لو تعطينا معها واحدة مجانا. يلا يلا مشينا نشوف. يا شباب الحمد لله خلاصنا من سوق الغنم، باقي الشبوك وترتيب الحظيرة هناك، فبنخلي الدعم اللوجستي هو اللي يروح يشتري الشبوك، وباقي عدة الحضان الحظائر الحيضان وغيره. وما شاء الله الغنم اللي احنا خذنا طيبة، أعمارها صغار. اي بالله صح، هاي نطيب نية رأيها إن شاء الله. الله الله، احنا بنجيبها معنا على بال ما هم يخلصونها. خلاص شكرا. يلا بسم الله. بعد اختيار الأغنام اللي شافوها شباب الأدعم إنها جيدة وصحتها بخير، اشتروها. والآن بيتوجه الفريق إلى القرية حيث تقيم المجموعة لإكمال مشروعهم. والله هو دائماً الهدية لها أثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، هي مصدر حب، ترابط، صلة بين المسلمين. لكن هو يسوي نقلة نوعية للأسرة في تجارتها في حياتها، في إن ما عاد تحتاج لحد، يعني مصدر دخل يحفهم عن الحاجة وسؤال الناس، رزق لهم. فتنوع المشاريع هذه حسب احتياجات الناس، حسب احتياجات العوائل والأسر وبعض الأشخاص اللي أبي ينمي مشروع. يعني قد يكون هالخروف اللي بنعطيها ولا الخروفين مشروع حياة عنده، مشروع عمر ما كان يحلم فيه. أنا نشوفه شيء بسيط، لكن هو عنده عظيم وعند الله سبحانه وتعالى أعظم وآجر. شوفوا الفرحة شلون، بعضهم يبكي لما تعطي خروف ولا بقرة ولا مكينة ولا ذا، لأنه هو يعرف شو بتسوي له قدام، شلون بتغير من حياته من حياة أسرته. هذا الرجل يطلب 400 دجاجة. 400؟ نعم 400 دجاجة ولديه مكان. هذا يبين المكان اللي عنده يكفي، ما طلب 400 إلا. عجيب. اصلا هم مجموعه من الشباب. كم عددهم يا سليمان هذه الشباب؟ تقريبا 3. لديهم ارض للزراعه وارض لتربيه الدواجن، وارضهم قريب من النهر. رايت المكان انت سليمان؟ لم ارى المكان، لكن الرجل اتى الى قطر الخيريه. حلو والله، مواصفاتهم زينه ومجتهدين. شباب بما ان الحظيره جاهزه خلاص روح شوف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أهل؟ الحمد لله. الحمد لله. نحن من جمعية قطر الخيرية فريق الأوسيل، جيناكم هنا نزوركم. أهلا وسهلا بكم، وأتمنى أن تكونوا قد وصلتم بخير. نبي نعرف إيش الزراعة تزرعونها هنا؟ نزرع هنا أنواعا مختلفة من الخضروات مثل الخس والطماطم والفلفل. أين تذهبون بالمحصول اللي تحصلونه من الزراعة؟ هناك نساء يأتون إلينا ويشترون المحصول بالجملة، ثم يذهبون به إلى السوق ويبيعونه للناس بشكل متفرق. طيب في شيء ناضج ناكله؟ نجرب. الخس جاهز الآن وكذلك ثمر البابايا. هاي زين بابايا. هاي عجيب بابايا. نجربها لازم. أخبرنا مكتب قطر الخيرية في مالي أنكم قدمتم على طلب مساعدة، فإيش نوع المساعدة اللي أنتم محتاجينها؟ نحن نخطط لإنشاء مزرعة دواجن، فطلبنا من قطر الخيرية أن تدعمنا ب400 دجاجة مع مستلزماتها. طيب هل يعني لديه خبرة الكافية أو المكان المناسب أيضاً لاحتضان هذا المشروع؟ لدي خبرة جيدة في تربية الدواجن، وكذلك لدينا مكان مناسب لوضع الدجاج فيه. محمد، يعني أنت ذكرت لنا ما لديك وما تريد وما تأمل به، إذا أحببنا مثلاً أن نرى مكان هذا المشروع، تجهيزات هذا المشروع التي أنت قمت بها البسيطة، نريد أن نرى المكان. يمكننا أن نذهب ونراه الآن. أين هو المكان؟
ليس بعيدا من هنا. بسم الله. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله محمد، حظيرة كبيرة، إيش قصتها الحظيرة يعني؟ نحن المجموعة استأجرنا هذا المكان من المال الذي ادخرناه من عملنا في الزراعة، ولكن ليس بإمكاننا توفير الدجاج، فالحال صعب جدا. محمد، من خلال حديثك وباي من الحظيرة هذه أن عندك خبرة في إدارة، وذكرك الخبرة أن عندكم الخبرة في إدارة، طيب في خلال المشروع إذا قدمت لكم قطر خيرية هذا المشروع، إيش خطتكم؟ هل هو مثلا راح يكون إنتاجكم فقط للدجاج وبيع الدجاج، أم أيضا إنتاج البيض؟ سيكون دجاجا بياض، وأيضا هناك دجاج للأكل، ولو حصلنا على آلة تفقيس البيض ستساعدنا كثيرا في عملنا. خلال 24 ساعة يصير كل 24 ساعة البياض هذه تنتج. بس صراحة أنا أشوف مكانهم يا شباب، مكان ناس يعني جاهز صراحة على مستوى، يعني انت في دوله فقيره بهذا التجهيز مسوين شغل شغل جبار، يعني وفر علينا بناء وميزانيه بناء ومقاول وجيب مخطط. ايش رايكم يعني الحين؟ خلنا نسال سؤال لحظه محمد. لو افترضنا كان عندك 500 دجاجه، لو كم يكون عندك بعد سنه؟ ان شاء الله ان شاء الله، لان الامر بيد الله. في كل 45 يوماً يمكن أن ننتج مجموعة جديدة، وهذا يعني أنه خلال سنة يمكن أن يكون لدينا 2000 دجاجة. ما شاء الله. صحيح أبو عبد العزيز، هذه هي الفترة اللي تأخذ لإنتاج، يعني يسمونها الدورة الشهرية لإنتاج الدجاج. ظاهر باين فاهم يعني المواصفات مثل ما مرت عليك قبل. صحيح. حلو. فاهم الرجل عنده إدارة الظاهر. ما شرك وشو؟ على خير أخ محمد. بروحك عطنا. ها آه زين خوش خاص يا بعدي. عجيب ها، جيب لنا شيء مكسور شوف هذا في مي ها. بس هذا ترى زين ها، مفيد ناخذ معانا حق الطريق. يا محمد محمد، الحمد لله احنا مبشرك ان جمعية قطر الخيرية وافقوا على مشروعك. انا مسرور غاية السرور. شكرا شكرا. جزاها الله خير. يلا الان ان شاء الله نروح للسوق نشتري الدجاج والادوات. زين لحظة يا اخوان، انا عندي فكرة، اقترح ان نرسل حد من الشباب ونجلس في المزرعة ناكل خس نتفقد المكان. المانجا اهم شيء. والمانجا ايه، ايش رايكم؟ تمام موافق. بيدين ثنتين انت على طول موافق في سالفة اكل. ايه موافق. ها فكرة ممتازة. سليمان ارسل حد يجيب الدجاج وكلم مدير المشتريات يبلغك وين المكان. اوريدي احنا مبلغينه بس ناكد عليه. ان شاء الله ما في مشكلة. طيب حاضر اوكي. يلا بسم الله توكلنا على الله. يلا بسم الله. يلا سليمان روح وكلم الشباب نبي نتمشى بالمزرعة. في الوقت اللي كان فيه فريق لوسيل يعمل على ترتيب أمور الحظيرة، وصل فريق الأدعم إلى المنطقة حيث تقيم المجموعة لطلبة الأغنام. هل تسكنون هنا؟ نحن نسكن في القرية هناك، ولكن عملنا هنا، فقد أعطانا الرجل الذي يمتلك مزرعة الدجاج هذه الأرض. ما شاء الله جميل، جزا الله خير منحهم هذه الأرض. طيب تتوقعون احنا ليش جايين عندكم؟ ايش جايبين لكم؟ كنا قد طلبنا من مكتب قطر الخيرية ان يوفر لنا اغنام للتربية. على البشروهم يستاهلون البشارة. انظروا هناك على مبشركم. جاهز الخراف جاهز. ما شاء الله الحمد لله. We'll be right back.
ما شاء الله تصدق أول مرة أشوف مزرعة دواجن بهالشكل، يعني كلهم بيض نفس الحظيرة اللي سويناها حق توني، بس هي ما شاء الله كبيرة. تخيل أنت لو نسوي مثل هالحظيرة حق مجموعة من الناس، يعني مشروع مثل هذه، شوف البيض ما شاء الله يعني لهم، يعني في بيض إنتاج مستمر. الله يبارك له إن شاء الله راعي الحظيرة ويرزقه، هو اللي ساعد النسوان هاي اللي أعطاهم الأرض اللي حطينا فيها الحظيرة. الحمد لله، الحمد لله، يعني الحلم تحقق وانتهينا من المشروع. نحن فرحات جدا، لم نتوقع هذا الشيء ابدا. سنتعشى عندكم هذه الليله، سنتعشى نختار خروف. لا لا يمكن، بل يجب ان نزيد عليها خروفا. شفتوا الفرحه شلون يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له من الأجر مثل عتق رقبة. شوفوا كم الأجر، إدخال السرور عليهم مش شيء بسيط. تقول لكم كان حلم عندها، يعني ما كانت تتصور أنه بيكون عندها مثل هالمشروع. فهنيئا للجميع، والله يبارك لكم ويضاعف حلالكم، ونجي إن شاء الله نزوركم في المرات القادمة ونتعشى ولا نتغدى عندكم مثل ما قال أبو علي. الحمد لله، مبروك، ما شاء الله، بركة إن شاء الله. فريق الأدعم انتهى من مشروعه، واللي يبعد عن العاصمة مسافة طويلة. أما فريق لوسيل فقد انتهى من تجهيز الحظيرة بشكل تام، وهي الآن مستعدة لاستقبال الضيوف من الدجاج. محمد، هاي البضاعة وصلت. ما شاء الله. هذا الدجاج، جبنا لك 400 دجاجة. هذا الأكل، هاي الثلاجة عشان يحط فيها الدجاج بعد الذبح. هذه العكسة، أيوة كذا. وهذه الحبوب. وصل ضيوف فريق لوسيل في الوقت المناسب، وبعد ما انتهوا من تنظيف الحظيرة بشكل كامل وتأكدوا من وجود العلف والأواني الخاصة بطعام الدجاج، ويبدأ التنزيل الآن. إن شاء الله بس ما تهرب ولا دجاجة، ويكون الناتج الإجمالي 4 دجاجات. تقيل بعوف نشحن مهرج. خل الباب وين؟ محمد، نبارك لك. أول شيء نقول الحمد لله، ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. نبارك لك 400 دجاجة، دجاجة ورا دجاجة، ما نقص ولا حبة واحدة. ما شاء الله، أنا في غاية السرور، الحمد لله. محمد، مبروك عليك هذا المحل، مبروك عليك هذا الدجاج، أنت والمجموعة اللي معاك، وتستاهلون هذا الشيء، والله يوفقكم إن شاء الله. ولكن نبي نعرف خطتك الآن، بعد ما وصل لك الدجاج، بعد ما وصل لك هذا المحل، إيش خطتك؟ ما يجب علينا الآن فعله هو توفير ظروف مناسبة للدجاج حتى يكون بوزن مناسب للذبح، ثم نقوم بذبحه وبيعه بالجملة، والمال الذي سيأتي سأشتري به مجموعة أكبر، وسأستمر هكذا. محمد، باقي شيء أخير، أنت تعرف هذه المشاريع
المربحة الحمد لله ونتمنى لك الخير، لكن يعتبر أيضا من المشاريع اللي يحتاج عناية ومتابعة وتدقيق، يعني التطعيمات، العناية، التنظيف، الأشياء على أساس ما يصيدها أمراض ولا قدر الله تموت. كلامك صحيح، أنا أتعامل مع طبيب بيطري سيتكفل بهذه المهمة، فهذا خير كبير وعلي الحفاظ عليه. يعني مكتب قطر الخيرية راح يقوم بالمتابعة والتقييم، وإذا حسينا أنه ناجح إن شاء الله راح أكيد يعني ما عندنا مانع أن ندعم، لكن الاهتمام هو أهم شيء والحرص إن شاء الله. بعد كل متابعة ستعود بمعنويات مرتفعة، سينجح هذا المشروع بإذن الله. طيب محمد، احنا نستأذن الآن، لدينا مشاريع نقوم بها والله يوفقك إن شاء الله، بس لا تنسى الخس عشان الطريق الله يخليك، ولكن بمقابل راح ندفع. إنه هدية لكم. لا 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 مقبولة مقبولة، هدية تقبل تقبل زين، هدية مو تقبل في الإسلام. ومع هذا دجاج، دجاج مشوية، دجاجة خليني نجيب دجاجة مشوية. انتهت حلقة اليوم، ولكن صار حادثة غريبة. فريق الأدعم عندما كان يقف عند حظيرة الدجاج لم يعلم أن فريق لوسيل يقوم في هذه الأثناء بدعم أحد الأشخاص بالدجاج وإنشاء حظيرة مماثلة، فكان توارد الخواطر فيما بينهم جميل جدا. والأجمل من هذا كله نفوس شباب سفاري الخير الطيبة التواقة إلى فعل الخير ونشر كل ما هو جميل. شكرا لكم يا شباب سفاري الخير، وإلى اللقاء مشاهدينا في الحلقة القادمة. نسابق بالخطاوي الطير، نشارك بالأمان الغير، نسابق بالخطاوي الطير، نشارك بالأمان الغير، من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير، فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب، فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب، جمعنا بالمحبة قلوب.